مرحبا، أنا محمد، الطفل الصغير اللي كنت فيه الموس بيروت بدور عمر. اليوم صرت شاب، وبدل البسكليت استبدلناها صارت موتو، والفيلم بعده مكمل. خلينا نشوف شو بده يصير. انت بتعرف اي حال نحن بنصير اذا حدا شاف الفيلم؟ جلسه. لك يا خيي، نحن من بيروت. بيروت وحد الله يا زلمه، بيروت صارت شرقيه وغربيه. هون كان بيتي بفيلم ويست بيروت. لا لا، مش انه مش خايفان منها. هاي مرحبا، كيفكم؟ باي باي. بدي فرجيك شغلي، بس والله اذا بتفتح دمك برات هالاوضه لدعوسك تحت اجري، عم تفهمني؟ طالع فرجيكم هون شو بشتغل انا. كملت التمثيل كمان لأنه شفت كتير ممثلين الكبار ومهمين ماتوا عباب المستشفيات، حتى الدولة ما عم تقدم لهم لا طبابة لا استشفى لا ولا شيء، يعني يمكن لأنه أنا انحرمت ما بقدر أحرم أولادي. أنا بدي لهم سامحوني يعني لأنه مش عم بقدر جيب لهم كل شيء اللي بدهم إياه. تفوت على الصيدلية فاضي، تفوت على السوبر ماركت فاضي، محطات بنزين. خلاني اتطوع للناس بظل هالأزمة وحياتي شوية بسيطة، انه شوف البسمة على وجه الكل، ترجع البسمة للكل، يعني رغم كورونا والانفجار ترجع البسمة لوجوه الناس. بالنسبة للدواء يعني اكثر الاوقات ببرم على الصيدليات، يعني بطلع من هون على الشمال وببرم ببيروت، ببرم بالمناطق بالاحياء الشعبية اكثر شيء لانه كونه كثافة سكانية، ببرم قد ما في بفتش يعني، وحتى بضطر بعض الاوقات بتاخر شوي عن البيت وبقول لهم انه انا شوي مأخر لحتى الاقي الدواء، واذا ما لقيت الدواء اليوم اجباري بدي الاقيه بكره. مع انه انا ما باخذ براني، يعني ما باخذ تيبس، بس اذا طلع براني بساعد فيهم حدا. برجع بقول الحمد لله ربيت بدار الأيتام اللي هي بتعلمنا بس نحب ونساعد.
خريج دار الأيتام يمكن حرامي نصاب بحبحي بمخدرات. مرتي يعني عوضت شوي عن حنان الأم. شو؟ مصنع الأولاد إجوا أكتر عوضوا أكتر يعني. يعني كان عندي خوف من الأولاد، كنت أحب كتير الأولاد وبنفس الوقت خاف من الولد، خاف إنه حد بقولي خاف إنه يفقد الحنية اللي أنا خسرتها اللي أنا ما ربيت عليها. ورحنا لبعيد. بس الله أعطاني بنتين. تذكرت إنه كيف خسرت أمي يعني الحرب فرقتنا كتير، لذلك ما بحب الحرب. من الأول ما اشتريت كاميرا السينما مين بيعرف، يمكن ما كانت بلشت الحرب. بالإذن. لتشوفوا أكثر من قصة إنسان، اشتركوا معنا على القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وإذا عجبكم هذا الفيديو شاركوا الرابط مع أصحابكم واكتبوا لنا رأيكم، وإذا كان عندكم قصص بدكم تشوفوها على قناتنا خبرونا عنها بالتعليقات.